وتصادف هذا العام ذكرى 10 لتأسيس معهد كونفوشيوس في لبنان وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع عقب معهد كونفوشيوس حفل استقبال حضره السفير الصيني لدى لبنان ممثل معهد كونفوشيوس بالإضافة إلى شخصية لبنانية بارزة من مختلف الدوائر المحلية. على مدى العقد الماضي نظم معهد عددا كبيرا من أنشطة التبادل الثقافي في كل عام، وحقق معهد كونفوشيوس كثيرا من الإنجازات بشأن تعليم اللغة الصينية في لبنان. قام معهد كونفوشيوس على مدى العقد الماضي بتدريب ما مجموعه أكثر من 5000 طالب، وننظم أيضا نشاطات المخيمات الصيفية كل عام، ويسافر في كل عام نحو 10 طلاب إلى الصين للدراسة. ونحن أيضا ننظم مسابقات اللغة الصينية سنويا، لذلك قد جذبنا المزيد من الطلاب للدراسة في معهد كونفوشيوس. يلعب لبنان دورا مهما في بناء الحزام والطريق، لذلك أقام المعهد العديد من النشاطات في المجالات المعنية. يصادف هذا العام الذكرى السنوية 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان، لذلك يمكننا اغتنام هذه الفرصة بمناسبة الذكرى 10 لتأسيس معهد كونفوشيوس لعقد ندوة اقتصادية عن مبادرة الحزام والطريق، ونأمل بأن يساعد هذا الحدث في بناء الحزام والطريق. خلال الحفل ألقى السفير الصيني لدى لبنان وانغ كيجيان خطابا أكد فيه على الإنجازات التي حققها معهد كونفوشيوس، معربا عن ثقته بأن يساهم المعهد في المزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان مستقبلا. أتمنى بإخلاص التوفيق لمعهد كونفوشيوس في سبيل تقديم أفضل فرص لدراسة اللغة الصينية للشعب اللبناني وتعريفهم بثقافات صينية لتعزيز الصداقة بين الجانبين. تم تأسيس معهد كونفوشيوس في لبنان عام 2006 في إطار التعاون مع جامعة القديس يوسف، والمعهد هو الأول الذي تم إنشاؤه في الدول العربية.